اغلب الطلاب والطالبات يواجهون مشكله اسمها مشكله تنظيم الوقت. ففي هذا الفيديو راح نحاول اننا نحل المشكله هذه لكم، واذا كنت انت من الناس اللي تواجه مشكله تنظيم الوقت فهذا الفيديو مخصص لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معكم مازن درويش وجيت لكم اليوم بفيديو جديد. هذا المقطع إن شاء الله راح أتكلم عن تنظيم الوقت في المذاكرة أو في الدراسة، وهذا المقطع من أكثر المقاطع المطلوبة في قناتي بشكل عام. كمية ناس قالوا يبغون هذا المقطع أوكي قلت ما راح أسحب عليكم، وإن شاء الله راح أنزل لكم المقطع وأحاول أنزل فائدة وأنزل فيه معلومات أكثر فائدة، وتحاول إن أنتم تستفيدوا منها أكثر من الفيديو إن أنا نزلته قبل، لأني نزلت فيديو قبل عن تنظيم الوقت في المذاكرة بين القدرات في المدرسة ونزلت فيه كم معلومة. في هذا الفيديو راح أحاول أن أكثر من المعلومات وأحاول أن أسوي لكم فائدة أكثر. أوكي ما نبي نطول لكم بالمقطع، خلينا ندخل في بداية المقطع على طول. بس قبل أن نبدأ بالمقطع، إذا أنت مو متابعني في الانستغرام فهذا حسابي في الانستغرام هنا أو هنا أيا كان، روح تابعني وإن شاء الله أفيدك هناك. وإذا كان عندك سؤال أو استفسار روح اسألني هناك، طبعا في كمية أسئلة تجيني في الانستغرام والاستفسارات مش طبيعية، فأحاول أرد على واحد واحد، فإذا تأخرت على الرد فأعذرني، أعذرني أعذرني مرة، وإذا ما رديت عليك أعذرني برضو مرة. كمية ناس كثير تكلمني في الانستغرام وتقعد تسألني أسئلة، وبصراحة ما أقدر أرد على ناس كثير، فإذا ما أنت مو من ضمن الناس اللي رديت عليهم فأنا آسف. عموما خلينا نبدأ بالفيديو. أول شيء، ما هو تنظيم الوقت؟ تنظيم الوقت هو النجاح في استثمار الوقت الذي يمتلكه الطالب بشكل صحيح، وليتمكن من تحديد أهدافه التي يسعى إليها. وبناء على ذلك الوقت هي أداة نستطيع أن احنا نستخدمها لتحقيق أهدافنا. فإذا كان مثلا هدفك هو التفوق الدراسي فأنت تستثمر وقتك في الطريقة الصحيحة التي توضعها في تحقيق أهدافك، وحاول أنك تبعد عن الانحناء إلى شيء قد يؤدي إلى عدم أخذ خطوة إلى الأمام نهائيا. يقول شكسبير: أضعت الوقت والآن الوقت يضيعني. الآن ندخل على ما أهمية تنظيم الوقت للطالب. يتضمن تنظيم الوقت للطالب عدة إنجازات كثيرة، يقدر أنه يرفع عنه ضغط نفسي عن الشعور اللي هو جالس يتبادل فيه، وتنظيم الوقت يحقق إنجازات توازن بين حياته في الدراسة والتخلص من شعور الرتابة من طول مدة المذاكرة. الطالب المنظم هو طالب سعيد مقبل على الحياة، فالنظام بشكل عام فهو يجعله حاجة من الرضا والسعادة. سؤال يطرح نفسه الحين، مين برايك ليه وقت فراغ أكبر؟ طالب يذاكر دروسه باستمرار ويرتب وقته، أم طالب يصير بدون نظام معين ويحاول إتمام كل ما هو عليه في يومه؟ قد تكون النتيجة لهم هم الاثنين، قد تكون النتيجة واحدة كلا الطالبين. الطالبين يحاولون أنهم يتفوقوا، لكن الطالب الذي يسير على وضع جدول ومهام إدائية في يومه هو الذي سيكون له أهمية وراحة وسعادة أكثر من الطالب الذي يذاكر بيومه بطريقة عشوائية. الآن خلصنا من تعريف تنظيم الوقت وأهمية تنظيم الوقت، والآن رح ندخل في المهارة اللازمة لتنجيح تنظيم وقت الطالب. تعال. المهارة الأولى هي مهارة تحديد المهام الواجب على الطالب، وهذه المهارة ستساعد الطالب على تحديد واجباته ومهامه التي يجب عليه إتمامها كلها، والمواعيد المخصصة للانتهاء من كل هذه المهام والواجبات، يجمعها كلها ويحصرها ليس في ذاكرته بل في مفكرة أو ورقة. وهذه الخطوة الأولى، وهي أن يكون الطالب على دراية تامة بما عليه فعله لكي يستطيع تنظيم وقته بهدف تام. المهارة الثانية وهي مهارة تحديد الأولويات، بماذا أبدأ ولماذا؟ إذا أجبت على هذا السؤال عند ترتيب مهامك اليومية فأنت رتبت جدولك بشكل صحيح. مثال للتوضيح، عليك مذاكرة الوحدة الثانية في مادة العلوم لأنك ستخضع لاختبار تحريري في هذه الوحدة بعد غد، وعليك كتابة بحث عن الحيوانات موعد تسليمه غدا، والوحدة الثالثة في مادة الدراسات الاجتماعية عليك مراجعتها لتكون جاهزا لاختبار شفهي في هذا الأسبوع القادم. الآن أصبح واضحا ترتيب أولوياتك. ثلاثة، مهارة التخطيط، هذه المهارة من أهم المهارات التي يعتمد عليها تنظيم الوقت، وهي القدرة على وضع خطة والالتزام بها بحيث تصل في النهاية إلى هدفك بعيدا عن المشتتات المحيطة بك. ابدأ بترتيب مكانك المخصص للدراسة بالطريقة التي تشعرك بالراحة، اختره مكانا جيدا للتهوية والإضاءة، واهتم بأن يشمل هذا المكان كل أساليب الراحة من مقعد مريح ووسادة للظهر ومكتب أو منضدة طولها مناسب لك، بجانب الأدوات المكتبية التي تحتاجها إليها، حتى يكون هناك سببا فيما بعد يضرك للذهاب والبحث عن أي شيء، لأن عملية البحث هذه ستستنثف طاقتك وستصيبك بالتعب وفقدان التركيز، بالإضافة إلى أنها إحدى مضيعات الوقت. ضع جدول المذاكرة الخاصة بك مسبقا، حدد المواد التي تريد مذاكرتها وقسمها على أيام الأسبوع بالاتفاق مع جدول حصتك المدرسية. ليس هذا فقط، بل حدد لكل جزء وقتا من تقضيه بتركيزه في المذاكرة وتنتهي منه في انتهاء الوقت المحدد له. بالطبع في بادئ بالأمر ستحدد وقتا طويلا أو كبيرا على حجم المهمة، لكنك ستنجح مع الوقت في تحديد الوقت الصحيح. أدوات مهمة تساعد على استذكار الجيد وتنظيم الوقت، استخدم الخرائط الذهنية،
مهمة الخرائط الذهنية في ترتيب مهامك اليومية وكذلك في مذاكرتك لدروسك بحيث يصبح لديك ملخصا للمراجعة يوفر وقتك وجهدك قبل امتحان آخر العام أو نهاية الفصل الدراسي أو قبل أي اختبار مفاجئ يحدده المعلم. استخدم المذكرة وسجل بها أي فكرة أو سؤال يطرح نفسه عليك أثناء المذاكرة، فهذا سيجعلك تتذكره فيما بعد ويوفر وقتك في البحث عنه. وهنا نكون في نهاية هذا الفيديو، فهذه النصائح اللي قلت لك عليها مو شرط أنك تكون طبقتها كلها، ولكن حاول قدر الإمكان أنك تطبق هذه النصائح كاملة. أتمنى أني فدتكم بهذا المقطع، وإذا كان في أي معلومة ناقصة أو أي شيء أو أي استفسار اكتبوا تحت بالكومنتات، استفساراتكم مهمة جدا بالنسبة لي. شكرا لكم على كل شيء صاير، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.